الغياب صاحية وكنا نحلم بوقع. أميرة والله كنت أسمح ضحك فينا زولة كأنك دون دغرية يا ولدي، وزولة محافظة الحقائق، زولة رسمية يوم 17/4 طلعت تاني مع ماجد. أمي كان ما جات أميرة ما بتجرب المهدر كان أميرة من مرقت ليه في مويا دي طايقين مسيخة. حاله صعبة صعبة شديد، زول ما شاف وما ودع. الحمد لله الحمد لله. يا شهيد يا حي وعدتك نبقى زي ما كنت. هم ماشيين على سن يجيبوا جسمان يعني عشان هم يعني تعافية وشيعوه وكده. فتحنا ما في جسمان وإنها تشرعت واتدفنت ونحن ده كله ما عندنا بيو أي علم. صلاي والله أوقات ما بتخليش وميرة والله بيشوف الناس ما بتقصر. أميرة والله وجعتني. أميرة دولة ما هينا، أميرة الصلاية، أميرة القراية، أميرة الشجاعة. من الذي قتل أميرة ومن هو الذي أمر بدفنها أيضا؟ يا شهيد ادانا روحه وخلنا في ايدنا الأمانة. دكتور محمد زين، يمكن الزميل محمد يوسف ختم المشهد اللي احنا شاهدناه قبل قليل، من الذي قتل أميرة ومن الذي أمر بدفنها؟ عايزين نسمع تعليقك. نعم، هو طبعا الرأي القانوني، أنا ليست المحكمة فبالتالي لا أستطيع أن أقول فلان الفلان هو القتل لأنه لازم أثبت الدليل. طيب هذا الموضوع نغش في الوثيقة الدستورية من هو الذي ارتكب هذه الجريمة. طيب ونغش في حضور أسماء لأحزاب سياسية بالإجماع. إنه عشان نصل لمن هو الدليل اللي عنده الدليل من هو القاتل، عندنا حيثيات. كلنا شاهدنا العربات والقوات اللي بتقاتل بتنتمي لفصيل عسكري محدد معروف، وصدر تسريحات من المجلس العسكري فلان وفلان وفلان. نعم. الحيثيات دي بتورينا انه الجهة نفذت هذا العمل عمل جماعي كان، وكان في اعترافات حتى. ايوه اعترافات. طيب فبالتالي انا بقدر اقول والله الجهة الفلانية مسؤولة، لكن كرأي فردي انا ليس القاضي. نحن عايزين نوجد المؤسسة العدلية اللي بتشيل الحيثيات دي، لأنه الحيثيات ما بتقوم على الاستنتاج. ما هو أهم سؤال بتسأل في المحكمة مين هو القاتل، بتقول أنا فلان الفلان هو القاتل، بقولك ما هو الدليل اللي عندك. أكيد. فبالتالي توجيه التهمة سهل لكن الإثبات صعب. لكن في عملية فضل الاعتصام إذا كان لجنة تحقيق دولية تحقيق دولية، نحن كان زمان وصلنا لمن هو القاتل. وأنا على المستوى الشخصي قابلت المجموعة في كتابة الوثيقة الدستورية وكنت حريص وتكلمت لهم بهذه اللغة وبهذا الوضوح. قلت لهم الناس اللي نفذوا العملية بتاعة فضل الاحتصام هي قوات تتبع للجهات الفلانية. ممكن الجهات دي تقول والله يا أخي أنا ما عندي علم عشان تتبرى من المسؤولية، أو أنا مدي التعليمات لل ما حصل كده زي ما حصل. أنت عندك دليل؟ طيب أنا قلت حاجة مهمة جدا وسهلة، قلت الأم الكلام ده في حضور ما خدت الأسماء وعايزين نتكلم بمصداقية. الباشمهندس صديق يوسف حاضر، السيدة سنهوري كان حاضر، سيد سنهوري، المهندس عمر الدقير، محمد حسن عربي الوالي الآن في شمال دارفور، خالد سيليك الوزير الأول الآن حاضر الاجتماع، كان بيدير المحضر هو ذاته محمد حسن عربي ماسك المحضر، خالد سيليك اللي هو بيدير الاجتماع هو مهندس، وجالس جواره طه عثمان عامي، وفي آخرين هناك. في برضو كان في أستاذ بجامعة الخرطوم، كانت في الأستاذة ابتسام السنهوري عند اللابتوب بتكتب المنس بتاعت الاجتماعات والتصحيح اللي بيحصل على الوثيقة الدستورية، جنبها الأستاذ ساطع الحاج المحامي برضو بعمل الفينيشينج للشغل. يا أخواننا هل اتفقتوا؟ وهنا السيد محمد فول من حزب الأمة عنده برضو المحضر. هناك في الأستاذ المحامي الفاتح حسين من الجبهة الديمقراطية للمحامين بيمثل تجمع المحامين الجزء القانون. تحية من جديد، ونحن لسه بندور في فلك من قتل الشهداء وإلى أين ستقود التحقيقات، وهل ستنتهي في الآخر إلى الجناة أم ستكون كواحدة من القضايا التي تبصم ضد مجهول.
أعود لك من جديد أستاذنا، ويمكن توقفنا في الحلقة أو في الطاولة المستديرة وعديد صحيح من رؤوس الأحزاب السياسية. نعم، وأنا مسؤول من الكلام ده وبرئ قناة الهلال، يعني أي حد عنده قضاء يعني تجاهي أنا مرحب به، أنتم ما عندكم علاقة يعني. أتحمل المسؤولية القانونية على مسؤوليتي. على مسؤوليتي. قلت لهم الأم مثلا عندها طفل بترضع الطفل، إذا امتنعت عن إرضاع الطفل والطفل توفى من هو المسؤول؟ الأم طبعا، لكن هي ما خنقت الطفل، لكن امتنعت، الامتناع هي تعلم طبعا امتناع عن إرضاع الطفل يؤدي إلى وفاته. إذن هي مسؤولة. طيب هؤلاء الشباب السلميين كانوا في حوش أو في فناء الساحة أمام القيادة، منطقة عسكرية، مين اللي بيحمي المنطقة دي؟ الجيش، الشرطة، الأمن، الدعم السريع، دي كل القوات الأمنية موجودة هناك وفي لجنة أمنية. يعني أي أذى يحصل لهؤلاء الشباب مسؤولية اللجنة الأمنية، جيش، شرطة، أمن، دعم سريع، دي الجهات المسؤولة ابتداء، بتبدأ من القائد الأعلى، القائد العام، إلى مدير عام قوات الشرطة، مدير عام جهاز المخابرات، القائد العام لقوات الدعم السريع، دي مسؤولية أمنية كاملة بالنسبة لهم هم. طيب والعملية تمت، ما تمت يعني خمسة دقائق، تمت من فجر يوم الصباح كامل. يوم كامل. نعم. وتمت ما بين 10 أو 100 معتدي، تمت بآلاف القوات اللي دخلت وبعربات ومن كل المسارات ومن كل الاتجاهات. وكانت المسألة فيها تخطيط واضح وفيها تدبير وفيها حماية وفيها عربات إزعاف وفيها عربات عسكرية. ومش القيادة العامة بس في الخرطوم، في كل المناطق العسكرية في كل المسألة. يعني أنا بفتكرها بوجب القانون الدولي، هي تعتبر جريمة ضد الإنسانية بكل أركانها ومكوناتها، وهي من اختصاص المحكمة الجنائية الدولية. طيب لما قلت لهم هذا الكلام إنه لا بد في الوثيقة الدستورية نتكلم عن المحكمة الجنائية الدولية، عن التوقيع عليها والمصادقة لا بد تكتب في مسألة المحكمة الجنائية الدولية، ودي مرتبطة بلجنة التحقيق اللي هي لجنة التحقيق الدولية. الحضور رفضوا لجنة تحقيق دولية، كلهم وافقوا على لجنة تحقيق مستقلة وطنية بكون رئيس الوزراء، وبالتالي هتكون لجنة تحقيق وفق القانون 1954 اللي هي قصة بيحكيها الشخص اللي انت كلفته يعمل العملية بتاعت شنو التحقيق، حصل شنو، بيحكي السيناريو، شباب وموجودين في ساحة وبعدها جات قوات احتدت كتلات، بيحكي القصة. ده القانون بتاع 1954، قانون تغسل حقائق وخلاص. يعني نحن دارين لجنة دولية، اللجنة الدولية أول حاجة كفاءات، عندها أدوات فنية. طيب هم برروا رفضهم يا أستاذ ولا ما كان في طبعا؟ ما في، بس بمعنى إنه واضح إنه في اتفاقيات خارجية. كل جهة عندها علاقات ومستفيدة مع هؤلاء الناس ارتكبوا هذه الجريمة، يعني ما في جهة بتبرئ نفسها تقول أنا ما كان عندي العلم مين ارتكب الجريمة. الناس كلها قاعدة عارفة وشافت الفيديوهات، بعدين الفيديوهات 100 و200 و300. نعم. مش التصوير بيتم من الناس المتضررين أو من الضحايا، بل من المعتدين نفسهم، من المعتدين أنفسهم. الواحد بيصور نفسه بسيلفي وبيتكلم مع صاحبه ويقول له والله طقيت قتلته، وداك بيقول له يا أخي أدي فلان البندقية عشان يضرب، داك بيقول له لا، يعني كل زول بيصور يعني ومستمتعين يعني ماخدين حريتهم، عشان كده بيقولوا دائما يعني من آمن العقاب سأل أدب. طيب يا دكتور لو سمحت، بس يعني النقطة اللي أنت ذكرتها دي مهمة جدا، طالما توجد فيديوهات توثيقية ومن الشخص الذي قتل أو من الجهة التي قتلت، في اعتقادك ما هو السبب إلى أن تتأخر قضية مثل قضية فضل الاعتصام أو قضية أو قرار القصاص بالنسبة للشهداء وتستمر أعوام؟ نعم. عام بعد عام وما في مراجعة ولا حتى ممكن نقول لجان قائمة على هذه القضية، لأنه ما في رسالة واضحة للشعب السوداني الآن. نعم. يعني حتى التأخير الحاصل ما في شخص مسؤول طلع قال ما زالت مجريات الأحداث مستمرة عشان نعرف منه القتل. فهل بتعتقد بعد وجود كل هذه الأسباب شنو المؤخر القضية دي؟ أنا بقول لك بصراحة غبرت هذه القضية حينما تم التوقيع على الوثيقة الدستورية. بمعنى إنه هناك اتفاق على طمس معالم هذه الجريمة، يعني ما ننتظر أي نتيجة من لجنة أديب بالوضوح ده، ما تنتظر شيء، لأنه الموقف سياسي ما قانوني، لأنه إذا كانت في مصداقية قانونية للحضور وكان عندهم رغبة في العدالة لكانوا أصروا تكون لجنة دولية لتغسل حقائق. أنا زي ما قلت كفاءات، عندهم أدوات فنية،
الحاجة الثالثة هم ناس مستغلين ما عندهم أي علاقة مع أي أخرى جهة مدنية ولا مكون عسكري ارتباط دولي عندها حماية دولية من الأمم المتحدة من مجموعة الإنسان من جهات كثيرة يعني تعلم أنه هذه اللجنة الدولية زي ما حصلت التجربة في البحرين في 2011 للوعي كبير جدا كان من السيد الملك هناك وسيد رئيس الوزراء قبلوا أن تعمل لجنة تحقيق دولية وتم تكليف البروفيسور محمود شريف بسيوني وعمل التحقيق في 3 شهور وورع من هم الجناة والفعل اللي ارتكبوا كيف وكده فبيمنع شنو نقول الحرية والتغيير إن كانت تقبل اللجنة الدولية تغسل الحقائق لو كانت اللجنة الدولية قبل تجاه السودان كان الموضوع في غاية البساطة كم زمن يا ما بتاخد 3 شهور لأنه ما محتاجة تعمل استجواب لألف شاهد أو 3000 شاهد زي ما بنسمع الآن يعني إذا عشان تقول والله أنا دار أجيب شهود قبل ما تقول دار أجيب شهود عندك الفيديوهات موجودة جيب العساكر نفسهم أنا ببدأ بالعساكر اللي شفتهم دل تعال يا فلان أنت علاقتك شنو بالموضوع ده ده هذه صورتك وده دي صورتك وده السيلفي بتاعك أول حاجة أنت منو أنا فلان الفلان بتتبع لي أتقوى والفلانين الفلانين كنت وين قبل ما تجي الساحة الاعتصام والله يتابع للمعسكر الفلان قايدك منو كان فلان الفلان منو القايد المباشر لأنك تبدأ من العسكري تبدأ من جماعة بعد ذلك بتبدأ لفصيلة بعد ذلك بتبدأ لسرية تطلع فوق لسرية كتيبة والكتيبة عندها قائد والقائد عنده مزايد حد فرقة تجي يعني انت من اللواء لغاية الملازم بعد ذاك الرغيب أول والرغيب والعريف مسألة في تراتبية في العمل العسكري ما في عسكري بشيء بندقية بضرب فبالتالي كان من الممكن إذا كانت في مصداقية لكشف من ارتكب جريمة فضل الاحتصام زي ما قلت لك إنه أصلا النازي كان متفقة على إفلات المجرمين من العقاب عشان تعمل تسوية سياسية طيب في سؤال صعب جدا نعم دكتور هل المكون المدني كان مشارك في فض اعتصام القيادة العام؟ أنا بنزل ما عندي دليل هل كان على علم بفض اعتصام؟ ما أنا ما أقدر أتكلم عنهم بأنه هل عندهم ما من السهل الواحد يقول لك أنا ما عندي علم هل من قرين الأحوال من الآن؟ من الحيثيات أنه فض الاعتصام ما تم بمكون عسكري فقط في مكون مدني شارك كيف؟ دي حيثيات أنا بقولها تحليل مش كده؟ اللي هو بدأ بعض الناس من القيادات بيتكلموا إنه منطقة كولومبيا خارج دائرة الاعتصام حدث كلام كثير جدا جدا كولومبيا خارج منطقة الاعتصام معناتها حيدت المنطقة دي شمال شارع النيل حصل تحييد بدأ الحديث إنه شارع المكنمير خارج دائرة الاعتصام السؤال الأول منو هو اللي حدد دائرة الاعتصام حددوها الشباب نعم السوار كنداكات هم حددوها كل المنطقة حددوها طيب معناتها في جهة وكان في تروس لتحديد المنطقة كلها محددة حددوها الشباب ما في زول قال أنا حددتها كل الناس جو قالوا نحن عايزين نحدد المناطق حماية طيب المنطقة بتاعت كولومبيا شارع المكنمير دي كلها تعتبر خطوط دفاعية يعني إنذار مبكر ما هي الجهة اللي عندها مصلحة تضرب الخط الدفاعي الأول لحماية الاعتصام دي قيادات سياسية معروفة صرحوا جزء فيهم طلع على المنصة في جهد كبير جدا عمل على الأرض دي لجنة التحقيق بتستجوب المجموعات دي فلان انت اتكلمت قلت كولومبيا ما داخل منطقة الاعتصام ليه الكلام ده وهل كولومبيا دي يعني اتبنت قبل يوم ولا قبل شهر ولا من زمان وهل منطقة كولومبيا خطر على الأمن القومي السوداني وهل منطقة كولومبيا دي محتاج أنا أجيب لي لواء بتاع جيش كامل ولا قوات عسكرية أكثر من 2000 عسكري عشان أفضل لي منطقة كان ممكن أجيب لي فصيلة صغيرة بتاعت قوة بتاعت شرطة من قسم الخرطوم شمال أنا أقفل المنطقة دي وأخذهم معي إذا كانوا مرتكبين جريمة فالمسألة كانت كلها حيثيات بتوضح أنه في عمل سياسي عسكري مع بعض طيب جميل دكتور إضافة لسؤال وائل هذا من حيث متابعتك لقضية فضل الاحتصام بعض الأشخاص يقولوا أنه بقايا النظام العام ما زالت موجودة ومؤثرة بشكل كبير وبحيث إسقاط النظام الذي حدث قبل فض الاحتصام كان فيه اشتراك أكبر ما بين القوة السابقة والقوة الموجودة الآن لفض هذا الاحتصام عايز أسمع رأيك أنا أفتكر ده ضحك على الناس ده كان أنا بالنسبة لي يعني كقانوني وناشط وعندي خبرة في أشياء كثيرة جدا أفتكر ده كلام ما سليم أنا بالنسبة لي ما مستساق عشان؟ ما واقعي يعني يقول لك كطيب الظل ده كلام وين كطيب الظل اصلا هي اذا كان كطيب الظل عنده قوه حتى غير اللي حصل ليه ما عنده وجود
لانه المنطقه اللي احنا شفنا عندها قدره تلبس زي عسكري ولا تركب تنشرات. انا بالنسبه لي ما مستساق. انا بالنسبه لي ما مستساق. القوه الجادي قوه محميه وعارفه انها عندها شغل محدد وقوه عندها علم لانه دي منطقه عسكريه. نعم. ما في كتيب ظل ولا في مهووسين بيركبوا تاتشرات بيجوا من شارع واحد العمارات وبيقطعوا الشارع لغايه ما يخشوا القياده وتجي قوات بالكبري وقوات شمال ويمين وينزلوا بانسجام ونحن في عهد السطلايت. يعني يمكن في يوم من الايام يعني الفريق اول حميدتي صرح في انه هي القوات دي تابعه للدعم السريع لكن غرر بها كانت جايه فض كولومبيا لكن بتعليمات من بعض القاده وحاليا يعني بعض القاده في الحجز يعني على راسهم لواء يعني تابع للجيش لكن موجود في الدعم السريع. هل الحاجه دي برضه كانت ممكن تساعد او تساهم في الحل السريع بالنسبه لمن قتل الشهداء؟ الموضوع في غايه البساطه، اذا كانت هناك لجنه دوليه كانت بدت بالسؤال للبرهان ولحميدتي والقيادات العسكريه. لكن انا المستغرب ليه الطريقه والمنهج اللي استخدم في لجنه التحقيق دي منهج تقليدي وغير طبيعي وما احترافي. انا بالنسبه لي يعني بشوف انه الطريقه تمت باداره الملف في عمليه فض الاعتصام بفتكر اداره ما الغرض منها كشف الجناه، طمس معالم الجريمه. لانه اي جريمه اذا انا اديت زمن وما عملت تحريات سريعه معالمها بتضيع. يعني شيء معروف اذا حد سرق البيت وبلغته بعد اسبوع امكانيه يعرفوا سرق البيت منه ما بتعرف. لازم سريع تفتح بلاغ عربيتك السرقه تفتح بلاغ شخص اختفى تفتح بلاغ اول باول. دي سنتين يعني انا افتكر انه يعني زي ما قلت لك انا الملف ده غبر في يوم التوقيع على الوثيقه الدستوريه. الموضوع الثاني المربوط اللي بيكشف لك فعلا في يعني مخطط لاغلاق هذا الملف وطمسه معالمه اللي هي مساله ميثاق المحكمه الجنائيه الدوليه. طيب كثيرين ما بيكونوا رابطين الاشياء مع بعض، انا ما دوري انه اربط الحاجات دي. المحكمة الجنائية الدولية تطور طبيعي للقانون الجنائي الدولي. يعني ده شغل من الحرب العالمية الأولى والثانية لغاية ما نحن جينا، وأنا يعني أتشرف إنه كنت جزء من عملية التطور، يعني حضرت دورات دراسية في سيراكوزا في إيطاليا، المعهد الدولي العالي للدراسات العليا في العلوم الجنائية، بدينا لمفهوم عدم إفلات المجرمين من العقاب. في الوقت ذاك كان صدر القانون الجنائي السوداني بتاع 91 في شهر 3. انا قدمت بحث القانون الجنائي السوداني سنه 91 مقارنه بالاتفاقيات والمواثيق الدوليه لحقوق الانسان في شهر 6، يعني بعد 3 شهور من صدور القانون الجنائي السوداني. والمشرف على هذا البحث كان الدكتور عبد العظيم وزير الاستاذ القانون الجنائي الدولي في مصر، وكان لاحقا اصبح محافظ القاهره. وتقدم البحث ونوغش في سيراكوزا في ايطاليا. والوقت ده بدينا نتكلم انه المحكمه المتوقعه تنشا ديك يعني متى تتدخل؟ حينما يضعف النظام القضائي في الدوله المعينه او تكون السلطه السياسيه ما دايره تساعد في كشف الجريمه. وطبعا تحقيق كبيره وكده. بعد ذاك يلا الدروس مشات والمؤتمرات والسيمينارات حصلت المحكمه الجنائيه الدوليه. حكومة السودان آنذاك كانت مشاركة، كان مولانا مهدي ومولانا الدكتور عوض الحسن النور، لاحقا أصبح نائب رئيس القضاء وأصبح وزير العدل، والآن هو قاضي محكمة عليا والتمييز في 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 دبي. مشوا وقعدوا مع المحكمة الجنائية الدولية وشاركوا في الصياغة، وكان ده شرف كبير جدا للسودان إنه يشارك في صياغة خبراء قانونيين سودانيين يشاركوا في الصياغة، وحصل توقيع ومباركة. نعم. يعني احنا نقدر نقول نجم الكلام دكتور في إنه لن تكون هنالك نتائج. أنا أكمل حتة صغيرة دي. نعم بس لأنه احنا زمان خلاص دقيقة واحدة بس. تفضل. إنه حكومة السودان آنذاك وافقت على الميثاق بتاع المحكمة الجنائية الدولية اللي بتشمل جرائم الحرب، جرائم ضد الإنسانية، تطهير عرقي، إبادة جماعي إلى آخره. وبقت المحكمة الجنائية الدولية موجودة، وحكومة السودان بدأت تشيل الشغل ده وتجهيزه عندنا في المجلس الوطني. اللي حصل شنو؟ الصراع بين المنشية والقصر، وأصبحت الميثاق موجود داخل أضابير المجلس الوطني. ميثاق روما. وما تم المصادقة في المجلس الوطني. بعد ذاك النظام أنكر ارتباطه بالمحكمة وسحب التوقيع. دي مرحلة تاريخية. جينا يوم الثورة مع الوثيقة الدستورية، قلنا خلاص ده أول إجراء توقعوا وتصادقوا على المحكمة الجنائية الدولية. حتى اللحظة بيتكلم معك فيها دي هم رافضين التوقيع على ميثاق روما ومصادقة ميثاق روما، لأنه إذا تم التوقيع
فضل الاعتصام يحتاج الى لجنه دوليه كالنبي الاديب فيه ولا ما في؟ مع انه هم يعلموا تماما التحقيق الدولي حيحصل اذا تم التوقيع والمصادقه على ميثاق روما، عشان كده رفضوا سنتين كاملات يوقعوا على ميثاق روما. جميل. ودي يوريك انه سوء النوايا. شكرا لك جدا دكتور. الله يحفظكم كثير. ونتمنى من خلال كثير من الحديث اللي احنا تداولناها نصل لقرار اخير وقرار بيهتم به كل الشعب السوداني الان. نعم. القصاص. من القاتل ومن الذي أصدر القرار وفي أي وقت لا يهم، فقط يهم القصاص لكل الشهداء لكي تنجح خطوة واحدة من خطوات الثورة السودانية. شكرا. شكرا جزيلا. ويعني شعار المكرر يجب حقهم ينموت زيهم. أديك العافية كثير دكتور. وأخيرا ندعو لأن ربنا يربط على أسر الشهداء وعلى أسر المفقودين، وإن شاء الله ربنا يجمع بالمفقودين أو على الأقل نعرف الحصر عليهم شنو. وأيضا زي ما قال الدعاء إنه القصاص يتنزل على أرض الواقع والعدالة الناجزة تنال من كل مجرم ومن كل قاتل زهق روح من أرواح الشباب الأبرياء من خلال ثورة ديسمبر المجيد. أكيد. أكيد. إذا مشاهدينا ممكن نقول ختام حلقتنا لليوم في حضرة المساء، فقرات عديدة ومختلفة لكن المحور الأساسي والمهم نتمنى ونكرر في كل مساحة تتاح لنا، ربنا يرحم كل شهداء الثورة السودانية وكل بلادي ورجع لنا كل المفقودين ويعافي لنا كل الناس المصابين. أكيد نحن نتلاقى في مساحات أخرى ومختلفة. مع السلامة. إلى اللقاء. حبيب القلب يا طيب يا طيب أراضيك، وين مسمى الحك تمسي عليك ولا مساني من طيب الأغاني حنين، سنين مرت عجاب بالحسرة ما خلت وراها سنين، ورغم قساوة الفرقة وعذاب البين رزاز في دمي حسيتك، مسكتك وانزويت شارعين ودسيتك، من الشك الملانية قيم براي في سر غنيتك، براي شديت خيوط النم وكت هبش النغم، خيتك رميت الهم عليه ظهر الغنى المسكين، وكان كان كان يا ريتني يا ريتك يا ريتك قريت الخطوة يوم ماشين مشوار الهوى اللي ودرني يوم فترني بأمشي وتعال بعدين وكيف دودرني لقلب الحبيبة كمين فتح في ضحكة الوردة وغرس في خسرها السكين، وباع سر الرحيق للسابلة وسراب النحل بالدين سرخ جوا الحنايا وسن واهتزت مشاعر الطين ولفظ بحر الخطايا، وطن بين غوسين وطن مفصول شمال ويمين، وتبدد حلمنا سدن حتى الجرح النزوح في الروح فما ضر الخلايا، إذن ولا فضل في ايدك هين عشان تزرف دموعك طن على الزمن البكيت وضنين، وزدت عليك وهن وزدنا على العلينا شرود زحفنا على السلوك الشايكة، لا من زل محصومين ولا الخالق خلقنا ملائكة، خليناك في الزيف والنزيف والزيفة ودخلنا مغارة التنين باصر والبصيرة كفيفة، رقد كلب بزهانة سمين رقد خلى السعية ضعيفة والحبل عليها متين، ويد كلب بزهانة خفيفة ومشتاقين خفيفة الطلة والروح الندية لطيفة، سلطان العشق في الله أراضيك وين وين تغيب زي الشمس شتبين تغيب وتبين تغس في لجة وتطلع بالشروق في فجة زي شبة غريق في القيفة، ما سميت غيابك غربة سميتك سكون الغابة، والمطر اللي بتنزل ضيفة تمط رحيق التربة وتعشرق للتراب في حلقه، صحكرة على المطر جيابة ومخير هو الكريم في خلقه، للأرض بتدور على كيفة ولا الليل الطويل بيحتج وبدري على الغروب يا صاحي يا داب الصباح بتهج، والورد المفرهد صاحي والطير لغصونك حجة، خليها الملامة دحين بنمرق من نهار الرجة، تشرقنا الغناوي الطعمة ويسرقنا الهوى ونتحجى بالسيرة البتسري شفيفة، ويا سيد الوسامة يمين وما
طالبنا باسم الخليفة حليفة، ولبتز أن يوم الدين عن البحر الممدد جيفة، فقدناك والمغارة ظلمة ونحن على ذهب ماشين قطيع من رجرجة وهتيفة شعرة ومخبرين وهلمة، جرينا على الزبد جرفتنا هضاريب الشعر والحمى، جرينا على عجل ياسين وعاودنا الحنين من ثم، لمحناك في اللحد صاحي ونحن عليه مسد نايمين كتار، لكن براك أكتر براك فوق المداين أمة، وقفت على الفجيعة ألف وقفنا وراك حبابك ألف، حبيب الخير محل ما بدك تنقدر رهيفة، إن شاء الله ما تتلتق وتمرق من كهوف العتمة بشمس الحقيقة مجرتك، معدتك بالمداين صر يا عادي وبسيط واسمر، بنسأل عن عناوينك تعال عبينا في حلمك قدر ما تشيل مواعينك، براك توهط الحضرة ورصنا زي فناجينك، نلم القدرة كان نقدر نقيل في بساتينك، نورك حسك الأخضر نفرق لو سمح وقتك، تعال قل لنا بالأكثر تعال قل لنا مشتاقين، حبيب القلب يا طيب أراضيك وين؟